بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الكريم هو محسن عاشور، رئيس جمعية سكان المدينة العتيقة للتنمية والعمل الاجتماعي. بهذه المناسبة هذه اللي كتكون إن شاء الله هذه اختتام ديال نهاية الأوراش النسخة الثانية بشراكة مع الجماعة الترابية والمجلس الإقليمي، وكاين ورش مع القطاع الشبيبة والرياضة، هذاك ورش خاص ورش وطني في هذه الساعة. هذه المناسبة هذه درنا واحد حملة تحسيسية بشراكة مع الجماعة يوم الجمعة أمس، درناها على أساس التوعية الساكنة من أجل النظافة والحماية على حسب البيئة ديال المدينة، ودرنا واحد الدورة شرفية مع الإخوان ومع الناس المتطوعين معنا. واليوم الكمالة ديال هذه الفرحة هذه درناها نشاط حفل اختتامي وبالحضور ديال رجال السلطة والناس الجماعة، وكنشكر كاع اللي حضروا معنا، كاع الأطر والمجتمع المدني اللي حضروا معنا. تحية للإخوان. اليوم نعيش لحظات اختتام برنامج أوراش في نسخته الثانية برسم ميزانية 2023، وهذه اللحظة نحيي احتفالات توزيع الشواهد على المشاركين لورشين. الورش الأول يتعلق بالشراكة مع المجلس الإقليمي وبشراكة مع الجماعة الترابية لمدينة صفرو، ويتعلق الأمر بجماليات المدينة العتيقة. ثم هناك ورش ثاني متعلق بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والتواصل قطاع الشباب. هذا الورش يتعلق بالتنشيط التربوي والثقافي والفني والرياضي لمؤسسات التنشئة الاجتماعية، مؤسسات دور الشباب ومؤسسات النادي النسوي. وهذه الاحتفالات قامت الجمعية جمعية سكان المدينة العتيقة للتنمية والعمل الاجتماعي باختتام هذه الأوراش باحتفالية على مدى 3 أيام، يوم الجمعة 1 دجنبر 2003 كان هناك نشاط يتعلق بحملة تحسيسية وكرنفال من تأسيس المتطوعين بهذه الأوراش بالمدينة العتيقة، حملة تحسيسية بأهمية النظافة والحفاظ على المعالم التاريخية للمدينة العتيقة. واليوم لنا احتفال بدار الشباب طريق بن زياد من أجل توزيع الشواهد على المشاركين، ولنا لقاء غدا إن شاء الله يوم الأحد صبيحة تربوية وتنشيطية وترفيهية لفائدة الأطفال. ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشكر لكل السلطات المحلية والمنتخبين وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه المحطة. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عمر صدوق، رئيس جمعية الهلال الأخضر للتمريض والحماية الاجتماعية بمدينة صفرو. كنا كنغطيو هذا الورش الثاني على الإقليم واللي بشراكة مع المجلس الإقليمي، بشراكة مع جمعية المدينة القديمة للتنمية والأعمال الاجتماعية لطول لمدة 4 أشهر، والحمد لله كان هذا الشيء في المستوى من الناحية ديال التوعية لحماية التراث التاريخي للمدينة العتيقة، ولا من ناحية ديال التوعية ديال الأطفال وتقديم الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بدار الشباب إدريس الأول وبدار الشباب طارق بن زياد. والحمد لله اليوم كتكون هذا الاختتام ديال هذا الورش هذا الثاني في دار الشباب طارق بن زياد، مع كثير من الأعمال اللي خدات الجمعية منها وعطات لهاد الأطفال هادو في هذه المدة ديال 4 أشهر. والحمد لله كيف ما كتشوفوا معنا اليوم راه كان هذا الاختتام في المستوى في وسط مدينة صفرو، كيشرف المدينة والإقليم. والحمد لله والسلام عليكم.
المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.